يوم الثلاثاء العظيم المقدس، والكنيسة بتذكرنا بنصين من الإنجيل في هذا اليوم، مثل العذارى الحكيمات ومثل الوزنات، لحتى تشجعنا من جهة أن نسهر السهر الروحي وأن نرافق يسوع بآلامه، ليس فقط في هذا الأسبوع ولكن أيضا في كل حياتنا، وأنه دائما يكون سراجنا مليان من الزيت. وزيت العذارى الحكيمات له عدة معاني، لكن أحد المعاني الأساسية هو الرغبة في الجهاد، الرغبة أن نكون ليسوع المسيح، يكون ضل عنا رغبة أن نرافقه ونجاهد في حياتنا كلها، أن نجاهد ضد الشر، نجاهد ضد التجارب، نجاهد ضد الظلم، نجاهد من أجل الخير العام، نجاهد من أجل أن تكون الحياة والحياة بوفرة، مش بس لإلي شخصيا أو لإلنا بعائلتنا، ولكن لمجتمعنا ووطننا. مثل العذارى الحكيمات بدعينا أن نجاهد دائما نكون سهرانين مستعدين للقاء العريس، مستعدين للنهار اللي بيجي فيه يسوع المسيح. هالمثل اللي عم بتحط لنا يا الكنيسة اليوم في نص الإنجيل وفي يوم الثلاثاء العظيم المقدس، العريس سوف يصلب ويقوم، فنحن بحاجة نضلنا سهرانين إلى ذلك اليوم حتى نقدر مش بس نعرف نتألم معه، ولكن أيضا أن نحيا القيامة معه وأن ننتصر معه. بتشجعنا على السهر الروحي، على الرغبة أنه نقاوم كل يوم العدو الحقيقي للإنسان اللي هو الشرير، اللي هي الخطيئة، اللي عم بتقودنا إلى محلات مهلكة في حياتنا. وأيضا اليوم الكنيسة بتحرضنا أنه نتأمل بمثل الوزنات. كل واحد منا أعطي وزنة معينة، وما حدا يقارن حاله بالآخرين، ما حدا يقول أنا عندي اثنين، أنا عندي خمسة، هو ليش عنده خمسة، ليش أنا عندي اثنين، إلى آخره. كل واحد يرجع يشوف الوزنات اللي الله عطاياها ويستثمرها، ويرغب أنه يستثمرها، ويرغب أنه يحافظ عليها ويدوبلها ويتربلها، مش يطمرها. كلنا أعطينا مواهب، كلنا أعطينا نعم، كلنا أعطينا وزنات، ولكن هذه كلها مفيدة إذا استثمرناها وإذا أثمرت. فنجاهد ونرغب نجاهد مثل ما المسيح استثمر وزناته، مثل ما المسيح تمم دعوته بهالأسبوع وعلى الصليب يقول لقد تم، يعلن أنه قد تمم مشيئة الآب. نحن أيضا بدنا نستثمر لنهار لقاء خالقنا ونقول له لقد استثمرنا، واليوم فينا نقول لك لقد تم. فكل واحد بهالأسبوع اللي عم يرافق فيه المسيح يطلع بهالوزنات اللي الله عطاياهم ويستثمرهم أكثر وأكثر. وإذا بدنا نرافق المسيح بآلامه بهالأسبوع المقدس، نرافقه أنه هالثقة اللي حطها فينا، هالدعوة اللي دعينا لإلها، هالطلب اللي طلبوا منه أنه نكون تلاميذ لإله، نكون حقيقة عم نعيشه، عم نعيش هالدعوة وعم نكون رسل وشهود لإله. لما نقول نحن بدنا نكون مع يسوع أمينين وما بدنا نخونه وما بدنا نتركه وقت شدته، ما كل مرة في شر في هذه الأرض هو وقت شدة للمسيح. كل ألام هذه الأرض هي ألام المسيح ما بده إياها تكون، وبده إيانا نكون عم نعالجها، من أجل ذلك لنقدر نعالج ونساهم بتحسين حياة المجتمع. بحاجة أنه نحن نستثمر وزناتنا ونفعلها ونستعملها في الأماكن المناسبة. وإن شاء الله أسبوع مبارك للجميع.